صبحكم الله بالخير. الله بالخير والعافية. الله بالخير. الله بالخير. شيخنا طال عمرك، السيد الصرخي ينفي القبر الموجود بالنجف ويقول هذا مو قبر الإمام علي. زين، والروايات اللي عندنا تقول انه هو هذا القبر، بلكة توضح لنا. عن قبرك علي ما ادري ايش هجره، التاريخ ناقل لي الف فكره، روايات وحقيقه مدلسه من زمان، سوت بالقلب يا ناس الف حسره، واسال على السبب ما تحكي العلام، انا اسال على السبب ما تحكي العلام، تقوى نقول للي يحكي خشم سمره، بقصر الأمارة من دفن مولاي، لو بالكوفة بخفاء شمل قبره، لو بالكوفة بخفاء شمل قبره، لو بالرحبة قلي امتاني وين القاك، يا ضيم الحملت يا عظم صبره، قلي بكوخ زاد القبر يا حيد، لو من دفن انت بكرخة الأروى، علمونا الحقيقة وين أبو الحسنين، وين اندفن سيد بيت العترة، الله الله، علمونا الحقيقة، علمونا الحقيقة وين أبو الحسنين، وين اندفن سيد بيت العترة، بكرخ راذان يم الكوت، لو هم القبر عن شخصية نكرة، ببغداد لو بابواب كندة ويذكر التاريخ، حفيرة شايب بطين هبوه والعرفوه من شعره، علي علي قضى العمر باللوعة والآهات، وعلي حتى بمماته ما سلم قبره، وعلي حتى بمماته ما سلم قبره، ولا أهله وصحبته ولا مواليه، وعلي حق وحقيقة وما حد ينكره، بس يبقى العداء صاحب الشجعان، لأن مقضية يدرو تنتهي السفرة، وانطيكم وانطيكم الحجة وياهن البرهان، علي ابن العزيز المنقطع نحره، إذن وين القبر دلوني يا هالناس، إذن وين القبر دلوني يا هالناس، قريب من النجف لو بالغري مدفون، روايات تقول تيها وقبره. بس الرواية المشهورة عندنا يا شيخنا أنه قبر الإمام علي بالغري، شو تقول يا شيخ؟ إذا بالغري وتياما قليل هواي، والدلس حقيقة ينكشف مكره، بظهر الناحية بظهر الناحية بظهر الغري موجود، لو يم الثوية أخفت الأسرة، بس تدري الحقيقة ولازم يسلمون، بس تدري بس تدري الحقيقة أو لازم يسلمون، أمر بخفاء قبرة وطمطمة وأثرة، أو يذكرون الغري الشيد النعمان، بس الأعلم من الفعل يتبرى، بس الأعلم من الفعل يتبرى، أو ظل يبحث عليه أو دور بإمعان، نعم ظل يبحث عليه أو دور بإمعان، ولهذا القبر وترابه الذرة، أو بالحيرة تعدد قبره والمنقول، بالحيرة تعدد قبره والمنقول، بالإرشاد ويكتبوا مصادر طلعت بجذرة، فاق الأربعين فاق الأربعين بسبعة يا هالناس، مواقع للدفن بس تابعوا نشرة، وبكوفان وبيت الرواية تقول لو ينبي تخيتم هاني وبحجرة، نعم نعم هي وصية وتستمر للحين، بعفاء القبر وصاهم العترة، بعفاء القبر وصاهم العترة.